المواطن تامر الغراني نازح من شمال غزة. أجيت هنا على النصيرات، الحياة هنا صعبة ومنعيش معاناة. عندنا هنا في تحلية مية هي الوحيدة في مخيم النصيرات موجودة، ومنقطع مسافة طويلة. المية هنا فيها معاناة، هي اللي يعني الشيء الوحيد اللي يعني تنهرنا نقل مياه. يعني الحياة صعبة جدا هان فوق ما تتصور، نقل المية صعب، وجودها صعب هان. هذه التحلية الوحيدة الموجودة هان، بحيث إنه إحنا نلبي احتياجاتنا منها. إحنا هنا بنقطع مسافات طويلة لنقل المية من هنا، من المحطة هذه للمخيم اللي إحنا نازحين فيه بالخيمة. إحنا كان طموحاتنا إن إحنا نكون مستقبلنا مستقبل باهر، مستقبل منيح، مليء بالسعادة، مليء بالحياة والاستقرار والأمان. هنا ما فيش أمان، نلبي احتياجات المية بالمسافة اللي إحنا بنقطعها، مسافة طويلة جدا فوق ما تتصور. أنا المواطن يوسف عبدو، نازح من غزة، نزحت على دير البلح وجيت عن صراط. الوضع صعب كتير، أنا باجي من مسافة بعيدة كبيرة من عند جامع الفاروق، وأنا باجي على التحلية هذه، تحلية انصراط اللي بتعرفوها فيش اللي هي في انصراط. باجي عشان أحصل على هذه القربة العشر تنفار. عمرناش هيك وقفنا على المية، عمرناش هيك اتوقعنا انه مستقبلنا يكون بس كل يوم نصحى الصبح على المية نيجي. والله احنا تعبنا كتير، كان نفسنا في مستقبل يكون احسن من هيك، كل يوم على المية على المية، وانا باجي من اخر الدنيا كمان مرة عشان اعبي هذه القربة. حسبي الله ونعم الوكيل على وصلنا للمواصيل هذه.